في حائل عروس الشمال تنطلق اليوم مشروعات تنموية جديدة لخدمات بيئية ومائية وزراعية لتنتظم في عقد من الإنجازات مع ما سبقها من مشروعات تسعى من خلالها منظومة البيئة والمياه والزراعة إلى خدمات مستدامة تسهم في تلبية الاحتياجات وتحسين جودة الحياة من خلال موارد بيئية طبيعية وأمن مائي وغذائي مستدام. ندشن اليوم 16 مشروعاً مائياً وبيئياً وزراعياً بلغت قيمتها 361 مليون ريال قامت عليها كوادر وطنية وفق أحدث أساليب التنفيذ وذلك لزيادة نسبة التغطية بهذه الخدمات والتوسع في إيصالها للسكان. ومن هنا قامت شركة المياه الوطنية بإكمال تنفيذ إحدى مراحل مشروع المياه الشامل لقرى منطقة حائل وذلك بتنفيذ خطوط ناقلة رئيسة وفرعية وشبكات مياه وخزانات تشغيلية لخدمة المراكز المستهدفة بلغ إجمالي أطوالها 143 ألف متر وسعة خزن تشغيلية وصلت إلى 1800 متر مكعب وبتكلفة مالية تجاوزت 48 مليون و600 ألف ريال. ولتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين نفذت الشركة مرحلتين ضمن مشروع القرى الشامل في المنطقة وذلك من خلال مد خطوط ناقلة رئيسة وفرعية وتنفيذ شبكات مياه وخزانات تشغيلية بإجمالي أطوال بلغت 216 ألف متر طولي وسعة خزن تشغيلية وصلت إلى 5800 متر مكعب وبتكلفة مالية تجاوزت 82 مليون ريال. ولدعم الاستدامة البيئية في المنطقة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي نفذت 6 مشروعات للخدمات البيئية بتكلفة مالية تجاوزت 186 مليون و800 ألف ريال. أول هذه المشروعات تنفيذ محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الحائط والغزالة بسعة معالجة إجمالية بلغت 10,000 متر مكعب في اليوم بهدف رفع الضرر البيئي وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية وبتكلفة مالية تجاوزت 73 مليون ريال. كما نفذت 4 مشروعات لشبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية في مدينة حائل ومحافظات الحائط وبقعة والغزالة بأطوال تجاوزت 115 ألف متر طولي وتنفيذ أكثر من 7,000 توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أكثر من 35 ألف مستفيد جديد وبتكلفة مالية تجاوزت 113 مليون و400 ألف ريال. وضمن أهداف منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر مياه الشرب قامت الوزارة بحفر وتشغيل 18 بئراً جوفية في المنطقة بطاقة إنتاجية
بلغت 52,600 متر مكعب في اليوم لتعزيز مصادر المياه في المنطقة وتلبية الطلب عليها، وبتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال. ولتعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وتعزيز مصادر المياه السطحية، نفذت 4 سدود خرسانية لمجرى السيول في المنطقة، وهي سد قارح وسد مشار وسدي عقدة والصر، بارتفاعات تتراوح من 8 إلى 17 مترا وأطوال تجاوزت 1000 متر، وبسعة تخزينية بلغت في مجملها أكثر من 1,000,000 متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 31 مليون ريال. هذه المشروعات النوعية تأتي وفق الاستراتيجيات الوطنية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، لتحقق استدامة الخدمات البيئية والمائية والزراعية، ولتعظيم الاستفادة منها، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.